صلاة يوم الاثنين من كتاب السبع صلوات الأسبوعية. صلاة سليمان. ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل، وبسط يديه إلى السماء وقال: أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم، الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمته به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك كهذا اليوم. والآن أيها الرب إله إسرائيل، احفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلا: لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل، إن كان بنوك يحفظون طرقهم حتى يسيروا أمامي كما سرت أنت أمامي. والآن يا إله إسرائيل، فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت؟ فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم، لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت إن اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فاغفر، والسبح لله دائما أبديا آمين. الطلبة الأولى: يا الله يا سيدي، غفرت خطيتي وأنت عالم كل خفي، غفرت وأنت مطلع على الخفيات، أشرفت على قبيح فعلي وشري، ونظرت إلى سوء أفعالي ولم تعالجني بالعقوبة، ولم تهتك ستري عند وقيعتي. يا رحيم لا يعجل، يا جواد لا يبخل، نظرت فضيحتي وأمهلتني، وطولت روحك علي منتظرا توبتي، وقد انتبهت من غفلتي وبادرت إليك أطلب رحمتك، ثقة مني بوعدك إنك تقبل توبة التائب. وأنا أسألك يا سيدي أن ترفعني من صرعتي، وتقيمني من سقطتي، وتتجاوز عن ذنبي، وتغفر خطيتي، وتقبل توبتي، لألا يفتخر العدو إنه قد طرحني من مرتبتي. يا من يجدد ولا يبخل، ويعطي ولا يمنع، يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، أنت قلت في إنجيلك المقدس وقولك الحق اليقين: اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، وأنا الخاطي المسكين قد قبلت وعدك بأمانة، ووثقت بقولك، ووقفت بين يديك أعترف بخطيتي، وأسألك أن لا تخيبني ولا تقطع رجائي يا رب، وأسألك أن ترحم ضعفي وتغفر لي خطيتي، ولا تضرب وجهي بصلاتي ولا تردها خائبة. وإن كنت مجرما مذنبا ولست أستأهل ما أطلب منك، لأني نجس دنس، ولكن من أجل كثرة نعمتك ورحمتك ومجيئك لخلاص خليقتك وسلامتهم، استجب دعائي واقبل بكائي. يا سيدي وإلهي، لا تخيب دموعي، ولا تؤاخذني بشروري وسماجة أفعالي وكثرة خطاياي، ولكن كمواعيدك الصادقة وإيماني باسمك القدوس، لأني خليقتك وعمل يديك الطاهرة، وأني على صورتك ومثالك المقدس، وأني من عبيدك الذين خلقتهم بحكمتك، لذلك تجاسرت وفتحت فمي النجس، وسألتك أن تغفر خطيتي وتقبل توبتي. فيا من هو كريم، ويا من له القدرة والسلطان العظيم، برأفتك اشفني أنا الشقي،
وخلصني من أجل رحمتك. تعطف على ضعفي وابعد عني ذنوبي وكثرة خطاياي، فإني مذنب حزين. لا تحول وجهك عني يا رب في وقت طلبتي، لا تمنع رحمتك عني في وقت مسكنتي. يا ملك الملوك، لأنك تحب خلاص الأنفس، أسألك يا سيدي أن تهب لي رجعة حقيقية وتوبة مسيحية وأمانة مستقيمة، وتنجيني في ساعة الحق، وتقربني إليك بعد خروج نفسي من جسدي، ولا تجعل لغيرك علي قدرة ولا لسواك علي سلطان، لأنك أنت الرب الخالق والسيد المشفق، معدن الرحمة وواهب الخلاص ومحب الخير. نجني من سوء الأعداء، فإن نفسي مرتعدة منهم، وليس لي خلاص منهم إلا بك. من أجل اسمك القدوس يا سيدي إلى دهر الداهرين، آمين. ثبتني يا خالق البشر، وامنحني أن أقف بين يديك، وتصيرني بنعمة رحمتك مع القديسين، آمين. أسألك يا سيدي أن تهب لي نصيبا مع القديسين، ليس لي عملا صالحا، ولكني واثق برحمتك أن تؤهلني بكرمك للفرح الدائم الذي وعدته لأحبائك الذين أرضوك بأعمالهم الصالحة. نعم يا سيدي، ارحمني وادخل بي يا رب إلى النور الذي لا يوصف، واغسل وجهي بدموع ملتهبة بنار التوبة الصادقة. أسألك يا سيدي أن تخلصني من أمواج بحر خطاياي وسقطاتي، كما خلصت بطرس تلميذك من هول البحر وشدة أمواجه، وسلمته من الغرق بيمينك العزيزة القوية، وكما قبلت بولس الرسول من بعد محاربته الكنيسة، وانتخبته وصيرته كريما وأمينا ومعلما عظيما للكنيسة وفي مجمع القديسين. كذلك يا رب اقبلني أنا البعيد من وصية الكنيسة، ولا تبعد عني رحمتك، ولا تحرمني نعمتك الأبدية إلى دهر الداهرين، آمين. وكما غفرت يا رب للمخلع خطاياه وأقمته بقوة قدرتك يحمل سريره بنشاط، كذلك اغفر خطيتي وهب لي صحة النفس والجسد، وهب لي يا رب أن أعبدك عبادة حقيقية أيام حياتي كلها من أجل مجد اسمك يا رب يسوع المسيح. وكما قبلت يا رب دعاء الكنعانية وأخرجت الشيطان من ابنتها التي كانت سقيمة معذبة، وقلت لها يا امرأة عظيم هو إيمانك ليكن لك ما تريدين، ومنحتها الشفاء، كذلك أسألك يا سيدي أنا الشقي المسكين أن تطرد عني الشيطان الذي يغريني بشهوات الدنيا في كل وقت، وأن تعينني برحمتك حتى أصنع مرضاتك في كل حين. وكما شفيت المرأة التي أقامت 12 سنة تنزف الدم ثم طهرت جسدها ووهبت لها الصحة لإيمانها بك، هب لي يا رب أنا أيضا إيمانا صحيحا، وابرئ أوجاعي وطهرني من خطاياي حتى أعبدك بالبر كل أيام حياتي. وكما رحمت الزانية التي أهلكت أنفس كثيرة فاستبدلت نجاستها بالعفة، وقلت لها من أجل توبتها وبكائها ودموعها الغزيرة قد غفرت لك خطاياك، اذهبي بسلام. كذلك ارحمني يا رب، وهب لي يا سيدي دموعا حارة غزيرة تغسل شيئا من خطايا نفسي برحمتك يا رب. وكما قبلت توبة بطرس من بعد جحوده إذ قال إنه لا يعرفك، إذ ندم عند رجوعه وتوبته وبكائه المر، كذلك اقبلني يا رب راجعا تائبا إليك، واغفر لي كل خطية فعلتها، واحفظني من أجل اسمك الطيب المبارك. وكما قبلت العشارة واعترافه بذنوبه وصيرته نقيا طاهرا أفضل من الفريسي، ورفعته من أجل اتضاعه،
هب لي يا سيدي اتضاعا روحانيا لكي أعترف بالذنوب قدامك كل حين، وكما قبلت اللص على الصليب لأمانته وإقراره بك أنك الإله الحق حينما قال لك اذكرني يا رب في ملكوتك، فمن وقتها قلت يا متحنن على البشر اليوم تكون معي في الفردوس، ولم تؤاخذه بخطاياه وذنوبه وأعماله الشريرة. وفي ذلك الوقت فتحت له الفردوس الذي كان مغلقا، وأعطيته نعمة تامة أكثر مما أراد منك. وأنا الخاطئ المذنب أطرح نفسي قدام رحمتك الواسعة التي إلى الأبد، فاغفر لي خطاياي وتجاوز عن ذنوبي برحمتك يا رب. وكما فتحت أعين تلاميذك المباركين ففهموا الكتب المقدسة وعرفوا معاني الكلام الإلهي، يا رب افتح عيني عقلي وقلبي حتى أفهم كتبك المقدسة ومعانيها وأعمل حسب وصاياك المقدسة. وكما فتحت أعين العميان ووهبت لهما النور الجسداني والروحاني، هب لي يا رب مثل هذه العطية، وافتح عيني قلبي حتى أنظر إلى نورك الحقيقي وأعمل إرادتك ورضاك. وأنت يا رب شفيت ونقيت الأبرص، فنقني من جميع برص الخطية الخارجية والداخلية، ولتكن صلاتي مثل صلاة هذا الأبرص الذي سجد لك وسألك هذه النعمة وأعطيته إياها بحسب فضلك يا رب. وأنا المسكين الشقي أطلب منك يا رب الشفاء، وكما تحننت على المرأة المنحنية عند رجوعها إلى الهيكل، فتحنن على ضعفي أنا المسكين يا رب، وحلني من رباط الخطية، واجعلني أن أسير قدامك يا رب منتصب القامة بلا عيب. وكما قبلت توبة داود النبي من بعد السقطة العظيمة وأقمته منها على يدي ناثان النبي إذ قال له إن الله قد غفر لك خطيتك وأعطاك علامة المغفرة، اغفر لي ذنوبي وسقطاتي التي سقطتها التي ليس يعرفها غيرك ولم يطلع عليها سواك، فإني ضعيف ولكني أتكل على رحمتك يا إله ناثان، وأطرح نفسي قدامك. تجاوز يا رب عن زلتي ولا تؤاخذني بحماقتي، واحفظني يا سيدي من الإثم والخطية إلى آخر عمري. وكما قبلت صلاة حزقيا الملك فوهبت له عمرا إضافيا على يدي أشعياء النبي، كذلك افعل بي أنا الخاطئ وأقمني من موت الخطية، وهب لي حياة دائمة في ملكوتك حيث ليس موت ولا تغير في المنازل الدهرية، هناك أحب أن تسكنني يا رب. وكما قبلت صلوات الأنبياء والأبرار من مطلع الشمس إلى مغربها في كل موضع، وأعطيتهم سؤالهم مع مغفرة ذنوبهم الخفية والظاهرة التي بمعرفة والتي بغير معرفة، أنا أطلب إليك يا سيدي يسوع المسيح أن تغفر لي كل خطية عملتها في السر والعلانية، واجعلني مثل هؤلاء الذين أرضوك، واقبل صلاتي يا رب في كل موضع أدعوك فيه في كل وقت، واجعلني أهلا أن أكون مع أحباؤك في الفرح الدائم قدام وجهك. أنت يا سيدي تطلب الضالين لتردهم إلى موضعهم القديم، فردني يا رب أنا الضال البائس إلى حضنك الحصين. وأنت يا رب قلت على لسان داود عبدك كريم أمام الرب موت أصفياءه، خلصني يا رب من موت الخطية وهب لي غفرانا وحياة صالحة. وأنت يا رب قلت على لسان حزقيال النبي إني لست أسر بموت الخاطئ ولكني أريد توبته ليحيى، هب لي يا سيدي مثل هذه التوبة التي تهبها لجميع التائبين. أنت يا سيدي قلت فرح عظيم يكون قدام ملائكة السماء من أجل خاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة، هب لي يا سيدي مثل هذه التوبة ليكون لي مثل هذا الفرح قدام ملائكة السماء.
أنت يا سيدي قلت: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. هب لي يا سيدي أن أجيء إليك حتى تخلصني من الخطية، وتهب لي النياح الدائم. أنت يا سيدي قلت: لم آتي لأدعو الصديقين إلى التوبة، ولكن جئت أدعو الخطاة. هب لي يا سيدي أن أقبل إلى دعوتك أنا الخاطئ، لتغفر لي خطاياي. أنت قلت يا سيدي: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هب لي يا سيدي أن أربح نفسي قدامك يا إلهي، وارحمني يا سيدي يسوع المسيح، أنا المسكين الشقي، فمن أجل الذنوب الكثيرة أطلب إليك يا رب يا كريم أن تغفر لي خطاياي، لأنك أنت العارف بها، وأن تطهرني من كل دنس. وأسألك يا سيدي أن تخلصني من أيدي اللصوص الذين خرجوا علي وجرحوني، وعالج جراحاتي برفق طيبك وحنو رحمتك. يا رب اسحق الشيطان تحت قدمي بقوة صليبك المقدس. يا رب اكسر قوة الشيطان بقدرتك الإلهية. يا رب مزق عني جيوشه بعسكر ملائكتك المقدسين، ونجني من كل فكر رديء، ونقني من كل نجاسة، وارزقني استقرارا وهدوءا في موضعي، وأن لا أعمل بهوى الشيطان الذي يحب أن يقلع الشجرة من موضعها. يا ربي ويا سيدي، بقوتك العظيمة هب لي أن لا أتبع هوى نفسي الذي هو من قبل عدوي. يا رب ألبسني ثوب التوبة، استره بيمينك القوية، ولا تسلمني إلى عدوي فأسقط كما سقط. اقبلني يا رب، واجعلني من فعلة كرمك الروحاني، لكي ما أعمل عمل القديسين وآخذ الأجر التام مع أصحاب الساعة 11. صيرني يا رب مثل اللص والعشار والزانية الذين أرضوك بتوبة صادقة. يا رب هب لي ملاك الرحمة والعزاء الروحاني. يا رب سلم نفس عبدك في ملكوتك إلى الأبد. يا من لا يحب موت الخاطئ ولكنه منتظر توبته، لأني عليك توكلت وإليك التجأت نفسي من أجل كثرة رحمتك. إياك يا رب قصدت ولم أقصد غيرك، وأنا الحزين البائس أحزنتك في كل وقت ولم أرضيك في شيء من أعمالي. يا رب حوطني بمعونتك، وقوي ضعفي بقوة صليبك المقدس، وارفع رأسي من سقطتي برحمتك، ولا تؤاخذني بخطاياي الكثيرة التي عملتها. أنت وحدك بلا خطية. عمر كرمك الذي خربته أنا بجهلي وطغيان العدو لي، ولا تدع أرضك التي طهرتها معموديتك المقدسة تفسد، فقد نبت فيها الشوك والعوسج، ولكن أرسل فيها ملاك السلامة لينقيها ويطهرها ثانية من كل نجاسة وأعمال الشيطان. فإنك أنت الرب القوي العزيز الشديد، ولك ينبغي التسبيح إلى الأبد. آمين. الطلبة الثانية: يا ربي يسوع المسيح الذي أدخلني إلى هذه الدعوة المباركة وهذه السيرة الطاهرة المقدسة، باركني واعطني صبرا لكي أحتمل الضيقات التي تلقاني، وشددني في جهادي مع نفسي ومع عدوي ومع الذين يظلمونني، لكي أوجد غالبا بالصبر والمحبة والرجاء. يا من أخرجتني من نظرة العالم الشهوانية، وغرستني في أصل شجرة الحياة الغير الدنسة، اسقني من عصارة حبك لأنمو فيك وأنمو بك وأثبت معك إلى الأبد، وأوجد معك كل حين مبتهجا مع قديسيك، ومسبحا مع ملائكتك بصوت لا يهدأ من تمجيد عظمتك، لأنه ينبغي لك السبح والتمجيد إلى بقاء كل الدهور. آمين. يا رب ارحمنا كعظيم رحمتك،
واصرف وجهك عن خطايانا. أعنا يا رب على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. أعنا يا رب على ساعة خروج الروح من الجسد. أعنا على لقائك والتمتع برؤياك ساعة مجيئك المرهوبة لتستلم وديعتك الطاهرة للحياة الباقية. نيح نفوس من سبقونا إليك وهم على الإيمان الثابت بك. اقبل إليك صلواتنا عنهم، واقبل صلواتهم عنا رائحة بخور تصعد إلى عظمتك في السماوات. اقبل قرابيننا عنهم ليجدوا عزاء عندك إلى حين أن نذهب فنشاركهم الوجود معك. يا رب سهل طريقنا إليك، ونبه عقولنا من غفلتها لانتظار يوم الوداع من هذه الأرض ومن كل ما عليها. وداعا أيتها الشمس، وداعا أيها القمر، وداعا أيتها النجوم الزاهرة، وداعا أيها الليل الطويل، وداعا أيتها الجبال العالية والبحار الواسعة والرمال الشاسعة، وداعا أيتها الحقول والأشجار والأنهار، وداعا أيتها الوحوش والدبابات والحيوانات، وداعا أيتها الوجوه التي ألفت عليها وعشت معها، وداعا أيتها القلوب التي غذتني بحبها وعطفها وحنانها. أنا ذاهب إلى حياة أخرى أبهى وأبقى، وإلى وجوه أخرى أجل وأسمى، وإلى قلوب أحن وأرحم في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، في ذلك الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، في نور القديسين بشفاعة العذراء الطاهرة مريم وجميع القديسين. أعني يا رب، اكتب اسمي في سفر الحياة عندك. آمين. آمنت بالآب والابن والروح القدس. آمنت بالذي يحيي ويميت. آمنت بالذي في يديه الحياة والموت. آمنت بالذي يهب الحياة الروحانية. آمنت بالجالس على الكاروبيم والسيرافيم. آمنت بالذي ينظر إلى الأرض فترتعد من أساسها. آمنت بالذي خلق آدم وذريته على صورته ومثاله. آمنت بالذي جاء لخلاص أبينا آدم وذريته. آمنت بالذي تجسد من العذراء الطاهرة. آمنت بالذي قال أنا هو القيامة والحياة. آمنت بالذي قال أنا هو خبز الحياة، والذي يؤمن بي لا يموت، وإن مات فأنا أقيمه. آمنت بالذي وهب الإيمان للناس. آمنت بالذي قال أنا في الآب والآب فيا، وأنا والآب واحد. آمنت بالذي جاء يدعو الخطاة إلى التوبة ووهب للناس القوة والمغفرة. آمنت بالذي يستجيب دعاء كل من يدعوه بقلب نقي بكثرة رحمته. آمنت بالذي يجود ولا يبخل، ويعطي ولا يمنع. آمنت بالذي يسمع الدعاء ولا يقطع الرجاء. اغفر لي يا سيدي، فإني محتاج إلى رحمتك. اغفر لي خطاياي التي لا يغفرها غيرك. اغفر لي يا سيدي، فإني عمل يديك الطاهرتين. اغفر لي يا سيدي، فإني مزبي خاطئ وقد جئت لأستعطفك. اغفر لي يا سيدي يا كثير الرحمة، فإني أخطأت بين يديك. اغفر لي يا سيدي، فإني قد سقطت قدامك. اغفر لي يا سيدي يا واسع الجود، وأنا تائب إليك. اغفر لي يا سيدي ولجميع بني المعمودية. اغفر لي يا سيدي بكثرة جودك. اغفر لي يا سيدي بكثرة تحننك التي جدت بها علينا من أجل معموديتك، صيرها لمغفرة الخطايا. واغفر لي لأجل جسدك الإلهي الذي أعطيتنا إياه نأكله لغفران ذنوبنا. اغفر لي يا سيدي لأجل العهد الجديد الذي أعطيتنا به الرحمة والخلاص إلى آخر الدهور كلها. آمين. ارحمني يا سيدي بشفاعة الطاهرة مريم العذراء البتول
الشفيعة القوية التي لا ترد شفاعتها. ارحمني يا سيدي، وإن كنت لا أستحق ذلك منك، وارفع رأسي من كل سقطة. ارحمني ولا تنظر إلى كثرة شري، فإنه لا يغفر الخطية إلا التوبة مع كثرة رحمتك، فإنها تغسل كل خطية. ارحمني يا جواد يا كريم، فإن السماء ليست بنقية قدامك، ولا أجناد الملائكة بلا ذنب أمامك أيها السيد. من أجل ذلك أقول ارحمني يا سيدي وسيد كل الخليقة، فإنه ليس أحدا نقيا قدامك. ارحمني يا سيدي، فإن أيامي قد انقضت وزماني قد مضى، ولست أرجو أن أعود إلى زمان آخر. ارحمني يا سيدي، فإني مديون وليس لي ما أفتدي به نفسي من ذنوبي وخطاياي وكثرة أعمالي السيئة. ارحمني يا سيدي، فإن الحصاد قد دنا وحاصدي قائم عند رأسي. ارحمني يا سيدي، فإن أوان القطاف قد بلغ وثمرة كرمي حصر لا تنفعني. ارحمني يا سيدي، فإن الفأس قد وضع على أصل الشجرة التي لم تثمر، وأنا هو الشجرة السيئة التي لم تكن بها ثمرة ترضيك. ارحمني يا سيدي، فإن الموت قد قرب مني وأنا غفلان كسلان. ارحمني يا سيدي، فإني لم أتخذ زادا للرحيل وليس لي عذر. ارحمني يا سيدي، فإني غير متهيئ للرحيل من الدنيا، وما أدري ما الذي يلقاني في الطريق الصعبة، لذا أرجو معونتك، وليس لي رجاء إلا رحمتك يا سيدي. لا تخيبني من رحمتك كما لم تخيب من أخطأ ثم رجع إليك بالتوبة. لا تخيبني من عطاياك ورحمتك ونعمتك الفاضلة. نجني يا رب من الفخر والعظمة والعجب والكبرياء. نجني يا رب من الحسد والحقد والنميمة والدينونة. نجني يا رب من السقطات والزلات وكل الأعمال الشيطانية والنياح الجزداني. واحفظني يا سيدي في الليل والنهار وأوقات الساعات من الأفكار السوء النجسة والنيران المشتعلة والشهوات المذلة، وهب لي احتمالا وصبرني في مكاني لألا يسرقني العدو ويزعزعني منه ويصيرني غريبا مثل من قد ذهب ماله وفارق إخوانه. يا رب احفظ الثوب الذي قد لبسته يوم معموديتي، ولا تكشفني بين يدي أعدائي لألا يشمتوا بي ويهلكوني، ولكن ثبتني في موضعي كتثبيت أصل النخلة التي تثمر ثمرة طيبة بسكون العقل وهدوء النفس، لأهتم بخلاصي وأبكي على خطاياي لألا ينشغل قلبي بالدخول والخروج الذي هو قتال العدو، فيذهب عمري في البطالة والدوران، ولكن أبطل بقوتك قوة العدو، لأني عبدك وأنا ضعيف في أموري كلها. وارفع عيني في كل وقت مثل الصبي اليتيم الذي لا أب له، ومثل السفينة التي لا صاحب لها، ومثل مريض قد اشتدت عليه أوجاعه وضربت عليه جراحاته وهو يطلب الطبيب أن يرفق به وأن يعالج سقمه. يا رب هب لي قلبا نقيا، هب لي يا رب نوحا دائما يحرق الشوك والعوسج والحلفاء، الشوك الذي قد كثر في قلبي. هب لي يا رب نوحا يقلع مني أذية حلاوة الخطية الشيطانية. هب لي يا سيدي نوح التائبين، هب لي يا سيدي نوح القديسين، هب لي يا سيدي نوح داود النبي على خطيئته إذ بكى على نفسه وفزع أن يموت بخطيئته، ولم يخطئ مثلي أنا يا سيدي، ولا سقط أحد مثل سقطتي، بل أتلف بخطيئتي أعمال غيري. يا رب أنت خلقتني وأنا لا أعقل، وصورتني وأنا لا أدري، وأنت المولى الكريم والسيد الجبار العظيم.
وأنا عبدك الضعيف الحقير الذليل، وفمي منتن ولساني ضعيف دنس وفكري نجس، أدعوك ثقة مني برحمتك، وأنت تسمع دعاء البار والخاطئ والصالح والطالح، على إنه ليس صالح غيرك ولا رحيم مثلك. ارحمني يا سيدي، لأني خلقتك وعمل يديك الطاهرة، ولا تؤاخذني بخطيئتي. هب لي يا سيدي الاهتمام بالموت وذكر العذاب الذي أعد للخطاة الذين لم يتوبوا. هب لي يا سيدي دموعا روحانية تحل ذنوبي. هب لي يا رب دموعا مقدسة. هب لي يا سيدي دموعا حرقة. هب لي يا سيدي دموعا مرضية. هب لي يا سيدي دموعا تفرج همومي وتغسل سواد وجهي. هب لي دموعا تفيض من عيني وتحرق أوساخ جسدي. هب لي يا سيدي دموعا ترضى بها وتقبلها، يا قابل دموع التائبين. هب لي يا سيدي دموعا طاهرة مثل دموع أخوات لعاذر، التي كانت تجري بلا انقطاع حتى أقمت لهن أخوهن من القبر. هب لي يا سيدي دموعا مثل دموع بطرس الرسول المرة الصادقة التي قبلتها، ومثل دموع الزانية التي كانت تجري على قدميك الطاهرتين وكانت تمسحهما بشعرها، وكانت دموعها لتوبتها وخلاصها. هب لي يا سيدي دموعا مثل الأرملة الشقية التي أقمت لها ابنها. هب لي يا سيدي مثل دموع داود النبي التي ذكرها في المزمور السادس وقال: إنه كان يغسل سريره ويبل فراشه بدموعه. هب لي يا سيدي مثل دموع الآباء المعلمين والخطاة التائبين. اغسلني يا سيدي بدموع طاهرة. اغسلني يا سيدي بدموع جوهرية. افتح لي يا سيدي الينابيع المسدودة. افتح لي يا سيدي مجاريها بدموع لا تنقطع. اجري من عيني أنهارا لا تبطل. يا سيدي ارزقني أن أبكي على خطيئتي وكثرة ذنوبي وهلاك نفسي وذهاب رأس مالي وخسراني يا سيدي إلى وقت خروج نفسي، وعمر كرمي الذي قد خرب، وبدلا من الثمرة الطيبة صارت خطاياي وشهواتي النجسة. يا سيدي لا تسلمني إلى هوى نفسي، فإني قد خفت من سخطك وطرحت نفسي بين يديك يا إلهي. يا رب ارحمني أنا الفقير الذي يتصدق من رحمتك، ولا تخيب مسكينك الذي يسأل من فضلك. أنا الأسير بتجديد الذنوب، بقدرتك أيها القدوس طهرني منها ومن أوساخ الخطية، وابعدني عن جميع الخطاة ومخالفي ناموسك المقدس. وأشكرك يا ربي لأنك طولت روحك على خطاياي وغفلت عنها بإرادتك، وأمهلتني بغير عقوبة إلى الآن، وأنا بشروري مستحق كل عذاب وعقاب عن خطاياي وسقوطي من قدام وجهك. لكن لمحبتك للبشر واحتمالك تأنيت علي إلى الآن. من أجل هذا أشكرك أيها الرب الرحوم، وإن كنت أنا حقير وليس لي قدرة أن أعطيك الشكر المستوجب لعظمة احتمالك التي ليس لها مقدار، فاقبل طلبتي الضعيفة الحقيرة بعظم محبتك التي ليس لها حد، فإن لك المجد إلى الأبد. آمين.